صباح الخير، صباح التفاؤل والسعادة وراحة البال. يا رب جميعا تكونوا بخير. في الأول كده خلينا متفقين إن من أسرع وأسهل الحلويات الشرقية هي البسبوسة، لأن طريقة التحضير بتاعتها وبدون مبالغة كده ما بتتعداش الدقايق، سواء بقى البسبوسة الكلاسيك أو البسبوسة المتكرملة. أنا عملتهم معاكم الاتنين قبل كده وكان الحمد لله ناجحين جدا، بس بصراحة كده على قد ما هي سهلة وبسيطة اللي أنا بقى مسمياها السهل الممتنع، لأن كتير جدا بيشتكوا إن البسبوسة بتفشل معاهم كل مرة لدرجة إن هم خلاص قالوا مش هيعملوا البسبوسه تاني. علشان كده انا بسميها السهل الممتنع، لان على قد ما هي مكوناتها سهله وطريقه التحضير بتاعتها بسيطه جدا، لان في شويه تركات كده وكلهم بيكملوا بعض. يعني لو تركايه وقعت منك كده في تحضير البسبوسه فالبسبوسه ما بتطلعش معاكي ناجحه ابدا، زي خامات المكونات مثلا والمقادير بتاعتها وشويه تركات كده كمان في طريقه التحضير والتسويه والسيرب. لازم كل ده يكمل بعضه علشان تطلع معاكي البسبوسه بجد ولا غلطه وكمان ولا احلى. فايه رايكم بقى؟ وبما ان رمضان كمان على الابواب وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يبلغنا رمضان لو فاقدين ولا مفقودين، امين يا رب العالمين. ورمضان طبعا ما بيحلاش غير بالحلويات الشرقيه، فايه رايكم نعمل مع بعض النهارده البسبوسه بشكل وطعم جديد؟ هنعمل بسبوسه بالكريمه وبخطوه واحده وبطريقه بسيطه جدا، بس في الاخر هتطلع معاكي دايبه ومرمله وبجد ولا احلى. يلا بقى نشوف البسبوسه القمر دي عملناها ازاي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا الفيديو عايزه افكركم، يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده الكوبايه اللي انا هستخدمها في المعيار هي الكوبايه بتاعه الشاي اللي موجوده في كل بيت. هستخدم منها 3 كوبايات من سميد البسبوسه، ويا ريت تستخدمي السميد السايب اللي بنجيبه من عند العطار، بلاش ابدا تستخدمي السميد الجاهز اللي بيكون معلب لان بيكون عليه اضافات كتير، ودي اول تركايه علشان البسبوسه تطلع ناجحه معاكي. 3 كوبايات من السميد هيعادل نص كيلو، وحطيت على الثلاث كوبايات معلقتين كبار من جوز الهند الناعم، وده اختياري، اهم حاجه يكون ناعم جدا، وكمان رشه من الملح، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهقلب بقى المكونات الجافه دي في بعض كده كويس، وهحط عليهم 2 كوبايه خليط ما بين السمنه البلدي والزيت، بس يا ريت الكميه الاكبر تكون للسمنه البلدي، ويا ريت لو انت قادره تستخدمي الكميه كلها سمنه بلدي طبعا هتكون احسن، بس انا حبيت بصراحه ابسط الموضوع شويه، بس معروف طبعا ان البسبوسه يعني سمنه بلدي. وخطوه بقى كمان، لو انت هتستخدمي نوع سمنه غير السمنه البلدي فيا ريت بقى تستخدمي 2 كوبايه كلها من السمنه دي، لان طبعا ما بيكونش طعمها ولا ريحتها زي السمنه البلدي، فانك كمان تحطي عليها كميه من الزيت فده مش هيكون حلو ابدا مع البسبوسه، لكن علشان السمنه البلدي ريحتها وطعمها اقوى شويه فممكن الزيت ما ياثرش عليها. ولما احط بقى السمنه على السميد لازم جدا وضروري ابس السميد كويس جدا في السمنه لغايه لما كل حبايه سميد تشرب من السمنه دي كويس جدا. الخطوه دي برده مهمه علشان دي اخر خطوه هتاخدي فيها راحتك في التقليب، ودي تاني تركايه في تحضير البسبوسه انك تبسي السميد بالسمنه كويس جدا. هنا بقى احتجت 2 كوبايه من اللبن، واللبن يكون دافي مش سخن ابدا، لان لو اللبن سخن هيبوظ معاكي الوصفه كلها. حطيت عليه 2 كوبايه من السكر الابيض حبيبات، معلقه كبيره من العسل الابيض، لو ما عندكيش عسل ابيض وعندك عسل جلوكوز برضو ممكن تستخدمي منه معلقه كبيره، وهقلبهم بقى مع بعض كويس جدا لغايه لما السكر والعسل يدوبوا في اللبن الدافي ده. وبالمناسبه علشان في ناس كتير بتتلخبط، 2 كوبايه يعني بيكون ما بين الثلاث ارباع والكوبايه، يعني بعد الثلاث ارباع كده. وبعد ما قلبت السكر والعسل في اللبن الدافي كويس جدا هنزل بقى بيهم على السميد، وفي الخطوه دي مهم جدا انك ما تقلبيش بقى الخليط كتير بعد ما تنزلي باللبن، علشان ده سبب من اسباب ان البسبوسه بتطلع معاكي ناشفه، لان سميد البسبوسه حساس جدا، لو قلبتي فيه كتير هتفعلي نسبه الجلوتين اللي فيه والبسبوسه هتطلع معاكي ناشفه. يعني اول ما تنزلي باللبن هتقلبي حاجه بسيطه جدا لغايه بس ما المكونات تختلط ببعض وهتوقفي تقليب. وهقسم بقى الخليط ده لنصين، وهجيب صينيه مقاس 26 وادهنها كويس جدا بالسمنه البلدي، وفي الاول كده هنزل بنص عجينه البسبوسه وافردها بايدي كويس جدا، بس قبل ما تستخدمي ايدك يا ريت ايدك يكون فيها ميه علشان السميد ما يلزقش فيها وتعرفي تفرديها بشكل كويس. المهم انك لازم تفرديها بسمك متساوي، يعني ما يكونش فيه جزء سميك وجزء رفيع. وعلشان احضر طبقه الكريمه استخدمت 3 كوبايات من اللبن، معلقه واحده بس من السكر، ما تزوديش السكر لان احنا لسه طبعا هنسقي البسبوسه سيرب، فعلشان الموضوع ما يكونش اوفر قوي يعني. وكمان حطيت عليهم 5 معالق كبار من النشا ومعلقه صغيره كده من الفانيليا، عايزه تحطي ماء ورد ماء زهر طبعا ده حسب الرغبه. وفي البدايه كده هقلبهم على البارد، وبعدين هرفعهم على نار متوسطه مع التقليب المستمر طبعا، علشان لو وقفتي تقليب الخليط هيتكتل معاكي ومش هيكون حلو ابدا، لغايه بقى لما الكريمه تسخن وتتقل وتوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. حاجه مهمه جدا، الكريمه دي بتاعه البسبوسه ما ينفعش ابدا قوامها يكون خفيف، لازم قوامها يكون تقيل شويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان لما نيجي نقطع البسبوسه في الاخر ما نلاقيش الكريمه
كريمه سايحه كده ويكون شكلها مش حلو، احنا عايزينها تقيله شويه علشان تتقطع معانا قطع كده مع البسبوسه ويكون شكلها حلو. وبعد ما خلاص الكريمه وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده وطفيت عليها النار، زودت كده مكعبين من الزبده، بتدي طعم حلو للكريمه، وده طبعا اختياري. وفي كمان اختيارات كتير تقدر تحطيها في الكريمه، زي مثلا معلقه من اللبن البودر او معلقتين، ده طبعا في البدايه. وممكن تستبدلي كمان الزبده اللي انا حطيتها دي بالقشطه، سواء بقى معلبه او قشطه وش اللبن، برده بتكون حلوه جدا. اهم حاجه لما تيجي تضيفيها هتضيفيها برده في الاخر كده بعد ما تطفي النار. بس انا بصراحه ما حبيتش احط الاضافات دي وحبيت الموضوع يكون بسيط. المهم ان انا هصب الكريمه دي وهي سخنه جدا كده على طبقه البسبوسه اللي انا حطيتها، لان طبعا زي ما قلت لكم سمك الكريمه تقيل، فلو سبتها كمان شويه هتتقل ومش هعرف افردها بشكل متساوي. فاول ما تخلصيها تنزلي بيها على طول على طبقه البسبوسه وتديها كده شكل متساوي. وهنا بقى النص التاني اللي باقي من عجينه البسبوسه. طبعا كلنا عارفين ان سميد البسبوسه بيشرب السوائل بسرعه جدا، فطبعا على بال ما عملت الكريمه كان قوامها تقيل جدا، فخففتها بربع كوبايه من الميه. ممكن تخففيها باللبن عادي مفيش مشكله، علشان تديني قوام طري وناعم واعرف افرده على وش العجينه ويتفرد معايا بمنتهى السهوله. بمعلقه بقى او بسباتيوله وهتفردي كده العجينه جزء جزء على وش الكريمه، هيتفرد معاكي بمنتهى السهوله. المهم ان انت ما تخليش ولا جزء من الكريمه يبان. ولو انتم ملاحظين دي طريقه البسبوسه الكلاسيك اللي احنا كلنا عارفينها اللي هي بتاعه الحلواني، بس انا بصراحه كده كنت عايزه اعملها بطريقه البسبوسه المتكرمله بما اني ادمنتها يعني وما بقتش بعمل غيرها. بس بما اني عارفه ان في ناس كتير عندها عقده كده من كرمله السكر لانه ما بيظبطش معاها ابدا، مع ان انا عملتها معاكم بمنتهى السهوله وكانت ناجحه جدا، بس ان شاء الله هعملها معاكم مره ثانيه بطريقه البسبوسه المتكرمله لان انا حبيتها جدا. وبعد خلاص ما حطيت الطبقه اللي على الوش دي برده ببلي ايدي كده بالميه حاجه بسيطه وبساوي الوش بتاعها كده علشان يكون ناعم وشكله حلو. والصينيه القمر دي دخلت على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص مع المتابعه طبعا، لان كل فرن بيختلف عن التاني. انت اول ما تلاقي جوانب الصينيه اخذت اللون الذهبي ده هتطفي عليها من تحت، ولو الوش بتاعها محتاج انك تفتحي عليها الشوايه حاجه بسيطه مفيش مشكله. المهم ان انت بعد 25 دقيقه كده هتبداي تتابعيها، واول ما تخرج من الفرن وهي سخنه جدا هنسقيها برده بالشربات السخن جدا. انا طبعا ما رضيتش اعمل معاكم الشربات علشان ما اطولش عليكم، لان عملت معاكم كذا مره قبل كده. هو عباره عن كوبايتين من السكر، كوبايتين ونص من الميه، عصره نص ليمونه، معلقه كبيره من العسل الابيض او عسل الجلوكوز، وهتحطيهم على نار متوسطه. واول ما السيرب يبدا يغلي غلوتين بس وهتطفي عليه، يعني احنا عايزينه كده كاد يكون ميه بسكر، ما ينفعش ابدا السيرب بتاع البسبوسه يكون تقيل ولو حاجه بسيطه، لان ده برده سبب من الاسباب اللي بيخلي البسبوسه تطلع معاكي ناشفه ومش طريه ومرمله ابدا. لازم السيرب يكون خفيف جدا وكمان يكون سخن جدا. وبعد ما تسقي البسبوسه وتشرب السيرب كله هتغطيها بقى لغايه لما تبرد خالص علشان تبقى طريه كده ومرمله. وبس كده يا ستي، وبخطوه واحده بس عملنا احلى بسبوسه بالكريمه دايبه ومرمله جدا، من غير بقى ما ندخل الطبقه الاولى من البسبوسه الفرن 10 دقائق لغايه لما تشد، وبعدين لما تطلع نحط عليها طبقه الكريمه والطبقه الاخيره من البسبوسه ونرجع ندخلها الفرن تاني، مفيش الكلام ده ابدا. عملنا الصينيه كلها مع بعض في خطوه واحده وطلعت بجد ولا احلى. ريحتها في الفرن كانت قلب الدنيا، شكلها قمر زي ما انتم شايفين كده، القطعه طالعه بيرفكت ما فيهاش ولا غلطه، الكريمه قوامها مظبوط، البسبوسه مرمله ودايبه جدا زي ما انتم شايفين كده، طبعا شكلها بيتحدث عنها. احلى حاجه ممكن تعمليها جنب كوبايه شاي تدفيكي في البرد اللي احنا فيه ده، يعني طريقه التحضير بتاعتها مش هتاخد منك وبدون مبالغه كده اكتر من دقايق بس. بس في حاجه عايزه اقولها لكم علشان الامانه يعني قابلتني واتضايقت منها، فقلت لازم اقولها لكم كده في اخر الفيديو علشان ما تعملوهاش. يا ريت لما تيجي تعملي وصفه البسبوسه دي اللي هي بالكريمه يعني بلاش تستخدمي صينيه زي اللي انا استخدمتها اللي هي الجوانب بتاعتها صغيره، لا يا ريت تستخدمي صينيه يكون الجوانب بتاعتها اعلى شويه علشان لما تيجي تسقيها بالسيرب تنزلي بيه كله مره واحده ويكون عندك مساحه. لكن انا علشان جوانب الصينيه قصيره، فوانا بسقي السيرب بقى اضطريت ان انا اسقي شويه بشويه كده لغايه لما البسبوسه تشربها وارجع احط حبه وهكذا. لكن من الاحسن تستخدمي الحواف بتاعتها تكون عاليه شويه. جربوها وانا واثقه ان شاء الله ان هي هتعجبكم. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، نتقابل على خير ان شاء الله وفيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظه، كل سنه وانتم طيبين وربنا يحسن ما بين ايديكم. وما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس تعملوا لايك وشير. بحبكم في الله.